يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما يسمى بصناديق الاستثمار التابعة للبنوك الربوية، ما حكم المشاركة فيها؟ لا يجوز لكم تنخدعون بهالتسميات. اللي يبي يستثمر هو يتولى ماله بنفسه، يبيع ويشري هو بالسلع المعروفة، من حيوانات، من عقارات، من أراضي، من بيوت، من أطعمة، من أقمشة، سيارات، أدوات، يبيع ويشري فيها. ولا يشوف له واحد ثقة من اللي يبيعون ويشرون ويعطيه ماله من باب المضاربة بجزء من الربح. أما هذه المؤسسات الربوية اللي صارت تخدع الناس الآن وتسمي قسم منها بإسلامي، طيب وش حيث هذا إسلامي وهذا ربا؟ ما هو بكله لكم، يعني تعاملون بالربا وتعاملون بالإسلام علشان ترضون الناس فقط. لو أنكم تبغضون الربا تركتوه نهائيا وخليتوا البنك كله إسلامي، أما أنكم تخلون قسم ربوي وقسم إسلامي هذا من الخديعة للناس. نعم.